جولاته السابقة، هذه المرة يتعثر بميدانه وأمام أنصاره بعد فرض الضيف اتحاد بلعباس التعادل عليه، رغم تنقل هذا الأخير إلى العاصمة بدون المدرب بن يلس الذي تعرض إلى حادث مرور خطير. بداية المباراة الأفضلية فيها كانت لأصحاب الأرض، لكن المبادرة جاءت من الزوار بأول كرة خطيرة من حمزاوي في محاولة التسجيل، لكن الدفاع يتدخل وينقذ الموقف ليتواصل اللعب مع الضغط الرائد الذي أجرى تغييرا اضطراري في العشر دقائق الأولى بخروج عصاد ودخول البديل تشيكو. وفي الدقيقة 31 أيلول يتعرض إلى عرقلة داخل 18 متر يمنح على إثرها الحكم حبيب ضربة جزاء للرائد، فشل في تنفيذها بن شريفة بعد تألق الحارس الزيدي في التصدي لها. محاولات الرائد تواصلت في الوصول إلى مرمى الزوار كما نشاهد في هذه اللقطة، لكن برقيقا يتفنن في تضييعه لفرصة التهديف. وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، أشبال بوفنارا تمكنوا من استدراك ما ضاع والوصول إلى شباك خصمهم بهذه الهجمة. برقيقا يتمكن من إسكان الكرة مرمى الحارس الزيدي، هدف يستحق الإعادة والمتابعة لينتهي الشوط الأول بتفوق رائد القبة. سيطرت أصحاب الأرض تواصلت في المرحلة الثانية بهجمة معاكسة مشكلة من تشيكو وبرقيقا الذي ضيع هذه الفرصة السانحة للتسجيل، وهو ما تكرر مع مهاجم اتحاد بلعباس حمزاوي الذي لم يحسن استغلال فرصة تعديل النتيجة ليعوض بعد ذلك ما ضيعه، وهذه المرة كرته أرسلها إلى المكان المناسب وهز عرين الحارس مقراني في الدقيقة 77. هدف التعادل لاتحاد بلعباس جعل المباراة تبعث من جديد بمحاولة رفقاء إيلول تعميق الفارق، لكن كل المحاولات باءت بالفشل أمام فطنة الحارس الزيدي لينتهي اللقاء بالتعادل هدف لمثله.